وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض للسيد لبيد الصميدعي. اهلا بكم سيد لبيد. بدايه، في الوقت الذي يطالب فيه العبادي ب 100 مليار دولار لاعاده اعمار العراق، قالت وكاله اسوشيتد بريس ان الدول المانحه ستطالب بضمان عدم ذهاب الاموال للفاسدين. يعني الى اي مدى يمكن للمجتمع الدولي التعاون مع حكومه العبادي برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة للدول المانحة التي سينعقد مؤتمرها في الكويت ويصل عددها نحو 70 بين 60 إلى 70 دولة، هذه الدول منقسمة على بعضها فيما يتعلق بمسألة الثقة بحكومة العبادي. الدول الاتحاد الأوروبي تنظر بعين الشك إلى نزاهة الحكومة العراقية ونزاهة كل مفاصل الدولة العراقية بسبب استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة كما نعلم ويعلم العالم ذلك. اما بالنسبه لبعض الدول الاخرى كدول الخليج، دول الخليج وعدد من الدول العربيه هي دول داعمه للنظام السياسي في العراق وداعمه للحكومه العراقيه بصرف النظر عن كل الفضائح التي ازكمت انوف العالم، فضائح التي تتعلق بالفساد والفضائح التي تتعلق بالانتهاكات حقوق الانسان التي تمارس ضد بشكل طائفي ومذهبي ضد الشعب العراقي. هذه الدول بصرف النظر عن ما هي عليه الحالة في العراق ستدفع بالمؤتمر المانحين إلى أن يقدم مساعدات للحكومة العراقية على أساس أنها ستذهب إلى من أجل إصلاح شؤون بهذه النقطة. سيد لبيد إذا سمحت لي، وكالة أسوشيتد بريس قالت بأن الدول المانحة ستطالب العبادي أو حكومة العبادي بضمانات من أجل عدم ذهاب الأموال إلى الفاسدين. ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها حكومة العبادي للدول المانحة لتثبت أن هذه الأموال ستذهب فعلا إلى الإعمار؟ حكومة العبادي غير مؤهلة لتقديم أي ضمانات في هذا الشأن، لأننا نعلم بأن حكومة العبادي هي حكومة طائفية وحكومة تقوم على الأساس المحافظة كشان هو شان النظام الأساسي في القائم في العراق. أضف إلى ذلك بأن الحكومة العراقية هي حكومة تابعة ذيلية للنظام الإيراني، وإيران كما نعلم تواجه أزمة اقتصادية بسبب المجهود الحربي الذي تساهم فيه بشكل كبير في داخل سوريا. فنعلم أن إيران هي التي تسدد فاتورة الأسلحة التي تقدمها روسيا للنظام السوري، والعراق ساهم في اوقات كثيره في دفع هذه الفواتير. واليوم بعد الحراكات الشعبيه والاحتجاجات التي قامت ضد ايران بسبب ازمتها الاقتصاديه، يتوقع المراقبون ان العراق سيزيد من مساهمته وسيذهب جزءا من الاموال التي تمنحها هذه الدول سيذهب الى المجهود الحربي في داخل سوريا. لا اعتقد ان هناك ضمانات يمكن ان يقدمها احد من الاطراف الحكوميه الرسميه. هناك من يرى ان الاعمار كانت ورقه انتخابيه للعبادي وضاعت منه. الى اي مدى سترى استخدام ورقه النازحين في العمليه الانتخابيه؟ يعني استغلال موضوع الاعمار واعاده الاعمار، والان استغلال ربما قضيه النازحين من جديد. نعم، اعتقد ان المؤتمر النازحين المانحين فرصه جيده مواتيه لكل الكتل الانتخابيه للمزاودات الكلاميه والمتاجره بجراح النازحين وبجراح المتضررين من الحرب الشعواء التي قامت بها الحكومه بالتعاون مع التحالف الدولي ودعم ايراني ضد الشعب العراقي. من الآن بدأت الكتل في هذه المزاودات. على سبيل المثال، أقليم كردستان يطالب ب 17% من الممنوح المبلغ الذي ستحصل عليه الحكومة العراقية، وذلك أسوة بحصة الأقليم من الميزانية. هناك ممثلون عن كل طائفة وكل محافظة سيحضرون في المؤتمر في الكويت، يطالبون بأن يقسم المبلغ على أساس الحصص، يعني 17 للأكراد وحوالي نحو 25% للمحافظات السنية ونحو 55% للمحافظات الشيعية. هكذا وأصبح سوقا للدعاية الانتخابية من قبل هذه الكتل. السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.